تزامنا مع الذكرى 91 لتأسيس الجيش العراقي وللاحتفال بهذه المناسبة، نظمت قيادة عمليات الفرات الأوسط والفرقة 8 استعراضا عسكريا لقطعاتها القتالية الراجلة والآلية والمدرعة في الديوانية، حاولت خلالها إبراز جاهزية هذه القوات لمواجهة التحديات. هذا الاستعراض هو رسالة لكل المتربصين لأعداء العراق بأنه جيشنا قادر على مسح زمام الأمور، قادر على تنفيذ المهام، قادر على حماية الوطن. الاستعراض ضم فعاليات مختلفة في القتال الأعزل وتفكيك العبوات الناسفة، فيما تحدث قائد الفرقة عن تشكيل نواة لمجموعة ذات تدريب نوعي مهيئة للعمليات الخاصة. في مقر الفرقة والتشكيلات جميعا توجد نواة لقطعات مدربة تدريب خاص للقيام بعمليات خاصة، وهذه القطعات موجودة في جميع الخطط لتنفيذ الواجبات المكلة إليها. مسؤولون في الحكومتين المحلية والمركزية ممن حضروا الاحتفال طالبوا بمزيد من التدريب والتجهيز، داعين إلى ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن التناحرات السياسية، فيما اتهم نواب أطرافا سياسية مشاركة في الحكومة بتسخين بعض المناطق. إن كل القوات الأمنية سواء في العراق أو في غير العراق هي بحاجة إلى تدريب مستمر وإلى تدريب إجمالي وإلى تمارين وإلى فعاليات مستمرة. هناك جهوزية لهذه القوات، لكن يجب أن لا تخضع لإرادات سياسية من بعض الأطراف وبعض الأحزاب المتنفذة، يجب أن تبتعد المزايدات السياسية عن القوات الأمنية العراقية. أنا أعتقد أنه يعني تسخين أو إسخان وقتي لهذه المناطق سرعان ما سينتهي، طبعا لأهداف سياسية تقوم به بعض الجهات حتى المشاركة بالعملية السياسية لإلهاب مشاعر في بعض المناطق، ولا أعتقد أنها ستدوم طويلا. ويتحدث مهتمون في الشأن السياسي عن نهج خطير في بناء المؤسسة العسكرية التي قالوا أنها بدأت تأخذ برأي الحزب الحاكم، وأن الخطر يكمن في منح الدستور منصب رئيس الوزراء صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة. أصبحت المؤسسة العسكرية تفصل على مقاس الحكومة، وهذا أمر يؤشر إلى شيء خطير في المستقبل. نرى أن الجيش قد يأخذ اتجاه رأي الحزب الحاكم، وهذا بناء خاطئ، وهنالك مشكلة بنيوية في الدستور العراقي مفادها أن رئيس مجلس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة. طبعا هذا أمر خطير، هذا التحفظ لا أساس دستوري له، ونحن نعتقد أن منصب القائد العام للقوات المسلحة يحقق جملة من العوامل. أولا وحدة القيادة، لا ينبغي أن يكون الأمن أن يدخل الأمن في الإطار التقسيم والشراكة. في ظل الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش، يأمل مراقبون أن تتحلى المؤسسة العسكرية بالاستقلالية وحماية جميع الأطياف والنظام الديمقراطي وعدم الانجرار وراء الرغبات السياسية وإرادة الأحزاب، خاصة في بلد مثل العراق ما زالت فيه خلافات السياسة بين مد وجزر. من مدينة الديوانية ميثم الشباني، الحرة.